أنا أعتقد في أي تحالف شيء طبيعي أنه، أنا أستغرب أنهم لم يجتمعوا لحد الآن. يعني التحالفات تجري على نقاط كثيرة وعلى برامج واسع، يحتاج إلى لقاءات مستمرة ومكثفة أولا. ثانيا، عندما تستجد أمور فعلا تمس العلاقة بين المتحالفين أو حتى تتعلق ب مستقبل العملية السياسية، من الطبيعي أن يجتمعون. بمعنى أنا بين الاحتمال يقع بين الاحتمالين التي أشرتم إليها، يعني لا هو للتلوين ولا هو لوضع حلول نهائية، بس يعني ما جرى في مسألة رئيس الجمهورية، ما مسألة قرارات المحكمة الاتحادية المتتالية، إيقاف الصدريين لأي حوار مع الجهات الأخرى، طبعا يعني الجهات الشيعية، مبادرة الرئيس البرزاني، هذه كلها أمور تراكمت. وأنا أعتقد شيء جميل أن يجتمع على الأقل قادة هؤلاء يعني المتحالفين، الجهات المتحالفة، لتدارك الوضع والرسم بالتأكيد خطوط عامة للخطوات المقبلة. طيب السيد عبد السلام، بالعودة إلى مفاوضات منصب رئاسة الجمهورية، تشير تصريحات أعضاء في البارتي واليكتي إلى تأزم الموقف بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية، كيف يمكن عبور هذه الأزمة سيد عبد السلام؟ جيد هذا السؤال. أنا أنتهز هذه الفرصة لأقول، طيب كل واحد يتكلم بالإعلام مثلي أو زملائي الآخرين يعبر عن رأيه الشخصي. الرأي الوحيد الذي يجب أن ينحسب على البارتي وبالتالي أن يحسب له حساب وتوضع حسابات على أساسه هو ما يتكلم به الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد محمود محمد. ولكن بالتأكيد نحن كلنا في تنظيم ونفكر بالتأكيد في نفس الاتجاه، ولكن كل ما نقوله نحن الذين نتكلم بالإعلام أنا أعتقد من يعني صعب أن يمكن حسابه هو موقف الحزب. هاي واحدة. الشيء الثاني، يعني أنا أعتقد كررتها في أكثر من قناة حتى قناتكم، نحن في كردستان ننظر إلى هذه المسألة بنظرة مختلفة جدا عن اللغة التي أستمع إليها بالإعلام. نحن لا نرى فيها أزمة، ولا أتمنى أنا شخصيا أن تكون كل الأحزاب الكردستانية أو كل الأحزاب الشيعية أو السنية أو العراقية لها موقف واحد ورؤية واحدة، لأن هذا مجتمع ميت إذا لم تكن فيه آراء مختلفة. ما نشهده الآن في موضوع رئاسة الجمهورية هو ناتج طبيعي للتعددية الحزبية وللمنافسة التي يتطلبها العملية السياسية بالمجتمع الديمقراطي. أنا لا أجد ضيرا في ذلك. الصحيح حاولنا، ومن الجيد أن يعني نسهل الأمر على النواب في مجلس النواب العراقي ونأتي بمرشح واحد، ولكن عندما لا يحدث ذلك أنا شخصيا لا أعتبره مشكلة. وهذا هو الجميل في الديمقراطية، يجب أن نتنافس على كسب الأصوات، وكما حدث في 2018. يعني حتى 2014 الاتحاد الوطني، مع أنه لم يكن هناك مرشح من الديمقراطية أو الأحزاب الأخرى، الاتحاد الوطني لم يتمكن من أن بسبب خلافاته الداخلية من أن يتفق على مرشح واحد. آنذاك كان برهم صالح أيضا ينافس فؤاد معصوم، ولكن تم حل الموضوع داخل الكتل الكردستانية طيب عندها وفي 2018 واليوم أيضا. أنا لا أرى فيها مشكلة بالحقيقة. طيب سيد عبد السلام، برأيك أنت لا ترى مشكلة، وأنا أتحدث عن رأيك، عدم التوافق على أسماء الرئاسة، هل هو عدم التوافق على أسماء فقط أم أنها خشية من تسمية الكتلة الأكبر، باعتبار أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس الكتلة الأكبر، مرشح الكتلة الأكبر، بتسمية رئيس الوزراء؟ لا، أولا نحن ليس لنا علاقة بهذا الموضوع. تعرف
الكردستانيين كلهم عندهم 62 مقعد. نحن لسنا الذين نتحكم بمسألة تحديد الكتلة الكبرى. صحيح يمكن لنا أن ننضم إلى هذه الكتلة أو تلك أو نتحالف معها، وهذا بالتأكيد سيغير من موازين القوى، ولكن يعني الخلاف ليس له علاقة ب يعني أو ما يسمى بالخلاف بالكتلة الكبرى أولا. ثانيا أنا أعتقد المشكلة الرئيسية بدأت عندما أصر الاتحاد الوطني على القول بأن هذا المنصب من نصيبه، متذرعا باتفاقية كانت موجودة، وهم نفسهم في 2014 تخلوا عن الاتفاقية، وعدم قبوله لدعوة رئيس الإقليم ودعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحتى بعد لقاءات مكثفة مع المكتبين السياسيين تمخضت عن تكوين وفد مشترك يذهب إلى بغداد وحضر فعلا. الحزب الديمقراطي الكردستاني عنده 31 مقعد، الاتحاد عنده 17-18، مع ذلك أعطي رئاسة الوفد المشترك لسيد عماد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد. هذا كله لم يؤدي إلى أن يقبل الاتحاد الوطني بأن يتم الاتفاق على مرشح يمثل الكرد. أنا أتصور يعني دعوة الديمقراطي كانت أن يتم اجتماع بين قادة على الأقل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب أو كل الأحزاب، وليتم تقديم أكثر من مرشح، وثم يتم الاتفاق على مرشح على الأقل لا ترفضه الجهات الرئيسية. وربما كان آنذاك لبرهم صالح حظ كبير بأن يكون هو المرشح المتفق عليه. طيب. ولكن الاتحاد الوطني أنا أعتقد متأثرا بما حدث في 2018 وتصور بأنه بأصوات النواب العرب خارج يعني الكتلة الكردستانية سيمكن له أن يفرض مرشحه، من هذا المنطلق أصروا على هذا الأسلوب وأدت إلى هذه النتيجة، بينما الظروف تغيرت اليوم. الذين كانوا يسندون الاتحاد الوطني في 2018 هم أقلية ليسوا أكثرية، لكن في النهاية أنا أعتقد لنا ننشغل بهذا الموضوع لتبدأ عملية الانتخابات. أنا اللي يقلقني هو العراقيل التي توضع أمام انعقاد الجلسة. طيب. الجلسة إذا عقدت فهذه هي الديمقراطية وأهلا بالنتيجة. طيب سيد عبد السلام، بالوقت الحاضر يعني ما هي تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني طبعا للمضي بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية؟ يعني كيف ستتفادون الثلث المعطل للجلسة؟ مرة أخرى هذا ليس من بإمكاني أن نتفادى. أنا لذلك قلت الهم الوحيد ليس لنا، يعني أنا مشكلتي مو مرشحنا يفوز أو لا، أنا أتصور مشكلة كل العراقيين هذا التخندق وهذه المساعي لعدم السماح بالعملية السياسية وبالإجراءات الدستورية أن تسير. لسنا نحن الذين نضع العراقيل لكي نرفعها. أنا أتوجه بنداء لكل القوى السياسية بأن تنسى لنقل خصوصياتها ومصالحها الشخصية وتنظر إلى مصلحة العراق. واضح. الشعب العراقي قرر انتخابات مبكرة وينتظر أن تأتي حكومة تحل مشاكل الأساسية التي أصلا ثار ضدها، ضد الحكومات التي سببتها. لذلك من يحاولون أن يعرقلون العملية السياسية لا يضرون بالديمقراطية أو بالاتحاد الوطني بقدر ما يضرون بالعراق كله. طيب. لأن كل يوم يضيع بالتأكيد تضيع الفرصة لأن نحل مشاكل الشعب العراقي. طيب.